باغي تنجح في العلاقة الزوجية ديالك، ولكن كدير هذا الخطأ الكبير اللي هو شنو هو؟ المقارنة. سعدات فلان شتي والله الا هو اللي مجوجتي مراته، تبارك الله حادكم هي فراش لها وكدير وكتفعل وكتر. شتي فلانة والله الا هي اللي مجوجة، سعداتها يا اختي شو راجلها كيموت عليها ولا كلمة فوق من كلمتها، شاري ليها وفعل ليها الكادويات ديال لانيفيرسير كي دايرين. هذا الا عندك كعادة كان وعدك سويرتات ديال الجواج غير حطهم حيت راه غادي تفطيها وتساليها في الصلاة على النبي. على ود المقارنة، أكفس حاجة تقدر دير هي تقارن مع الناس اللي دايرين بك. جوج ديال الحوايج غنعطيهم لك اللي هما خطيرين الا طبقتيهم ان شاء الله الامور غتمشي على احسن ما يرام. اول حاجه نقول مع راسي احسن من شي اكفس من شي، سيتادير نحمد الله على اللي عندي بعدا وندير المجهود باش نوصل للحاله اللي بغيت نوصل ليها. بغيت راجلي يكون ظريف معايا، مراتي تهلا فيا، ندير علاش. والثانية حاجه اللي بغيت نقولها لكم اللي هي كيقول لك واحد المثل لارب ني با بلو فيرت شي لوتر، لا الغازون ما عند الجار ماشي زوين احسن من ديالي، لا زوين بزاف حيت عطيناه الماء بزاف وسقيناه بزاف وتهلينا فيه بزاف. المراتي ديال اللي تزوجتي بها نهار الاولاني هدات لك احسن ما عندها، لا الراجل اللي تزوجتي به نهار الاولاني عطاك احسن ما عنده، ولكن قلت العنايه قلت المقابله قلت الاحترام وقلت الشيء كيخلي داك الغازون كينشف، كيخلي داك المرضه حتى هي كتنشف وما تبقى تعطيك حتى حاجه، والراجل حتى هو كذلك. دونك ما كاينلاش تمشي تحسد الناس على الغازون اللي عندهم حسن، عندك غازون ديال الفريع تهلا ليا فيه صافي سالينا. عجبتك لا فيديو؟ ايوا ما فيها باس، ام تي بوس باش نعرف بما عجبتك، خلي لي ان كومونتير باش نجاوبك. احسن حاجه تقدر دير هي ابون توا باش ما تفلت والو.